ويعني ما عاد حتى كنت انا بسوريا احلم اني اخاف. حلمت اني يعني شلون اقول لك مخيف، يعني حلمت اني عائلتي قاعد تموت، وحلمت اني شيء حد يغزفنا، وحلم اني بل حد يغزفنا. حلمت الخوف كثير، يعني خفت كثير زياده عن اللزوم. اخر شيء بس جينا الان حسيت بالامان. يلا امشي امشي. ايوه ساعدتني انه يعني بتخبط البطل اخاف، يعني يعطوني جلسه انه يوعوني يقولون لا تخاف من شيء، واحنا نقعد بامان بالموقع وبكل محل انت بامان.